السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه يا أحبتي قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للحافظ المجتهد الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد. وكنا قد انتهت بنا القراءة من كتاب الصلاة ومن باب صلاة العيدين، حتى وقفنا على الحديث الخامس، وهو آخر حديث في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم باء ثاني الحروف، وقيل نبيشة بنون وباء وشين معجمة، واختلف في اسم أبيها، فقيل نسيبة بنت الحارث، وقيل نسيبة بنت كعب، قاله أحمد ويحيى. قال أبو عمر: وفي هذا نظر، يعني في كون اسمها نسيبة بنت كعب. بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام: الحديث الخامس، وهو الحديث 47 بعد 100 من سلسلة أحاديث عمدة الأحكام، عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. انتهى الحديث. وهذا الحديث يحبه النساء كثيرا، لذلك دائما ما يحتججن على أزواجهن وعلى آبائهن بهذا الحديث، فإن كان ثمة حديث يحفظه النساء فهو هذا الحديث، وهو لا شك حديث عظيم. وقبل أن نشرع في قراءتي ما يتعلق بفوائد هذا الحديث، لعلنا نشير إلى يعني قاعدة حديثية أصولية تذكر في هذا الموضع، وهو قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا وكذا، كنا نؤمر بكذا وكذا. ومن المعلوم أن ألفاظ الرواية على مراتب، أعلاها أن يقول الراوي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. وإذا قال أمر النبي يأتي في الرتبة الثانية أمر النبي صلى الله، ويأتي في الرتبة الثالثة أن يقول الراوي: كنا نؤمر أو أمرنا. وهذه نزلت عن سابقتها، قالوا لأن ثم احتمال أن يكون الآمر هاهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لا شك أنه ضعيف، لكنه يذكره أهل الحديث وأهل الأصول، فلذلك قالوا هذه تأتي في الرتبة الثالثة، يجعلونها في الرتبة الثالثة والرابعة، قالوا لأن ثم احتمالها هنا أن يكون الآمر
غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون ربما يراد أبو بكر مثلا الخليفة أو عمر أو نحوه، لكن رد عليهم الجمهور قالوا الصحابي إذا أورد هذا اللفظ في معرض الاحتجاج وبيان الحكم بعيد أن يقصد بهذا الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه مرفوع أن المقصود بالآمر ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح تقي الدين بن دقيق العيد: نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف، نسيبة بالتصغير، ووردت في بعض الروايات نسيبة، لكن الصواب نسيبة بالتصغير نسيبة. ثم باء ثاني، ثم ياء ثاني الحروف، وقيل أيضا نبيشة، والصواب نسيبة، لكن أيضا ورد في بعض الروايات أن اسمها نبيشة بنوء وباء وشين معجمة، واختلف في اسم أبيها، فقيل نسيبة بن الحارث، وقيل نسيبة بنت كعب، قاله أحمد ويحيى، قال أبو عمر، وإذا أطلق أبو عمر فإن المراد به ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد. قال: وفي هذا نظر، يعني في كون اسمها نسيبة بنت كعب. هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها، اسمها أو تكنى باسم أم عطية، لكن ما استوقفني في ترجمتها أنها نقلت سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف أحد من أهل العلم في الأخذ بها، وهي سنة غسل الميت، فإنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن عبد البر: وأتقنت نقل الوقائع إتقانا عظيما، أو هكذا، أو عبارة قريبة من هذا، بمعنى أنها أتقنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في أن تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقائع الغسل وكأنك تراها رأي العين، رضي الله تعالى عنها. قال: وقد أخذ به كل الأئمة، وبمراجعة سريعة وجدت أن أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب المذهب كلهم قد أخذوا بحديثها رضي الله تعالى عنها وأرضاها في غسل الميت، وشهدت الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أن كان قلبها يعني كما نقول جامد، يعني بمعنى لا شك أن النساء الموت والدماء ونحوها يعني ربما يرعبهن، لكنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها شاركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، وكانت تداوي المرضى والجرحى أيضا، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعواتق جمع عاتق، قيل هي الجارية حين تدرك، والمقصود بذلك بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار، وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة، فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور، وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد. طيب، قف الله، جزاك الله. قال: والعواتق وذوات الخدور، قال: العواتق جمع عاتق، قيل هي الجارية حين تدرك، بمعنى إذا بلغت البنت تسمى عاتقة. ليه سميت عاتقة؟ قال: لأنها تعتق من الخدمة خارج البيت، خلاص، لأن أهلها يمسكوها في البيت فما عادت تخرج، ما يرسلونها خارج البيت. وقيل لأنها سميت عاتقا لأنها ستعتق من أبيها إذا تزوجت، بلغت سن الزواج، فإذا بلغت سن الزواج معنى ذلك أنه سيأتي الزوج فيأخذها فتعتق من أبيها، هكذا يعني سموا أو عللوا هذا الأمر. وها هنا وذوات العواتق، وأكثر الروايات العواتق ذوات الخدور، بمعنى ذوات الخدور هو صفة
للعواتق. وجاء أيضا في روايات صحيحة بواو العطف بمعنى أن ذوات الخدور غير العواتق. وقيل أن ذوات الخدور الخدر هو الستر، وقيل أنه ستر يوضع في البيت حتى إذا دخل أحد غريب أو أجنبي وضع النساء خلف هذا الستر أو خلف هذا الخدر. وقالوا أن الخدر أو ذات الخدر لا يطلق إلا على البكر. والصواب أن ذوات الخدر أنها صفة، جاءت صفة للعواتق، لأن لا فرق بين يعني إذا قلنا المرأة إذا بلغت لا شك أنها لا بد وأن تستر وأن تستر. فالظاهر والله أعلم أن هذه الرواية أو الأصوب في هذه الرواية العواتق ذوات الخدر، بمعنى أن ذوات الخدر هن أو صفة للعواتق. طيب إذا قيل وذوات الخدر إذا كانت مستأنفة أو جملة مستأنفة أو والواو تقتضي المغايرة، فهل ثم مغايرة؟ نقول ربما يقال العواتق ها هنا كل امرأة بلغت وإن كانت مطلقة في بيت أبيها، بمعنى كل امرأة بالغة وإن كانت مطلقة في بيت أبيها فهي من العواتق. وذوات الخدر المقصود بهن الأبكار دون غيرهن. فإذا قلنا وذوات الخدر بمعنى أنها جملة مستأنفة، نقول ذوات الخدر المقصود بهن الأبكار، والعواتق يشمل المطلقات والأبكار وغيرهن. قال والمقصود بذلك بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يأمر العواتق حتى الحيض بأن يخرجن إلى مصلى العيد، كل ذلك حتى يبين اجتماع المسلمين وأنه يوم فرحة ينبغي لكل المسلمين أن يكونوا حاضرين في ذلك. فلا شك أن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام. لكن هذا التأويل الآتي ذكره الطحاوي الحنفي، وكأنه يشير إلى أن هذا الأمر منسوخ، نسخ بعد ذلك. قال وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة، فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور. لذلك يقول الطحاوي والحنفي يقول هذا الحديث يعني هذا الأمر إنما كان أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك أو رفع، وذلك لأنه لما كان في أول الإسلام كان الإسلام يحتاج لا سيما في أيام الأعياد ونحوهم أن يظهروا كثرتهم. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كافة بمن فيهم الحيض ومن فيهم العواتق أن يخرجن إلى صلاة العيد. ثم بعد ذلك بعد أن انتشر وقوي الإسلام لم يعد هذا الأمر واردا، لكن رد عليه أكثر من واحد من أهل العلم. قالوا أولا التكثير بالنساء يعني لا يدخله الهيبة في قلوب يعني الأعداء، إذا قيل بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وأمر العواتق ذوات الخدور بأن يخرج حتى يكثر يعني من عدد المسلمين أو يدخل الهيبة في قلوب أعدائه، نقول قالوا النساء لا يؤثرن في ذلك، يعني كثرة عدد النساء فإنهن لا يؤثرن في ذلك. فلذلك القول بأن بهذا التعليل بعيد جدا. ثم أيضا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال هذه الواقعة التي أو هذا الحديث الذي روته لسيبة رضي الله تعالى عنها كان بعد فتح مكة، قال لأن ابن عباس أيضا رواه صغير في مكة، هذا كان بعد فتح مكة، بمعنى أن هذا التعليل غير وارد، فإن الإسلام قد قوي بفتح مكة، لا شك أن الإسلام قد قوي وتمكن، فلا معنى لأن يؤتى بهذا التعليل في هذا الموضع، لأنه على فرض التسليم به فإنه لا معنى لذلك مع رسوخ قدم الإسلام وانتشاره وفتح مكة. فلذلك قالوا هذا التعليل باطل من هذين الوجهين. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد،
واعتزال الحيض للمصلى ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجداً، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، كما جاء: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ طيب، جزاك الله خير. قال فيه إشارة إلى البروز إلى المصلى هو سنة العيد، بمعنى أن سنة العيد السنة أن تصلى فيها في المصليات لا في المساجد، بمعنى مو كل أهل حي يصلون في المسجد، لكن السنة أن تصلى في مصلى العيد، في مصلى العيد عدا المسجد الحرام فإنه مستثنى من ذلك، مستثنى من ذلك. ولا شك أن الأمر يعني أضحى يعني مع كثرة الناس وكثرة المصلين واتساع المدينة أضحى الصلاة في المساجد الآن في حكم الضرورة، لكن مع ذلك يعني وزارة الأوقاف تحدد ذلك، بمعنى لا تفتح المجال لكل المساجد أن تصلي العيد، فإنما تصلى العيد في مساجد معروفة حتى تحصل هذا المقصد، وهو اجتماع الناس. المقصود بالعيد اجتماع الناس، فلو صلى كل أهل حي في مسجد ما حصل هذا المقصد العظيم من اجتماع الناس وفرحتهم وإظهار هذه الشعيرة. فلذلك الآن وزارة الأوقاف تحدد بعض المساجد العامة أو الكبيرة التي تصلى في العيد، ولا تسمح بالصلاة، وهذا حق، لا تسمح بالصلاة في غيرها. قال: واعتزال الحيض للمصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، لأن المصلى غير المسجد. فإذا كان الأمر كذلك ما ينبغي للمرأة الحائض أن تتجنب المصلى، لأن المصلى غير المسجد، لا ينطبق عليه حكم المسجد. لا شك أن المسجد ما يجوز للمرأة الحائض أن تمكث فيه، لكن احنا الكلام عن المصلى، فإذا لابد من تعليل، لكن هذا التعليل لا يلزم الحنابلة، لأن الحنابلة يقولون مصلى العيد مسجد، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا: لو لم يكن مسجدا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بأن يعتزلن المصلى، فدل ذلك على أن مصلى العيد يأخذ حكم المساجد. لكن من يقول أن مصلى العيد لا يأخذ حكم المسجد احتاج إلى أن يتأول هذا الحديث أو أن يأتي بتأويل لهذا الحديث. فقالوا: إما أن يكون مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، والاستحسان ها هنا يعني عرف يعني في أصول الفقه أن الاستحسان معاني كثيرة، لكن المعنى المذموم الذي يذكره أهل الأصول والذي نسب إلى الحنفية وتبرأ الحنفية منه وبرأوا صاحبهم وبرأوا أبا حنيفة منه هو تقديم بمعنى التلذذ في الشريعة، يقول هذا حسن هذا قبيح من غير دليل، وشنع على الحنفية بذلك، لكن الحنفية أردوا ذلك، فبقي الاستحسان هو تقديم، يقولون أنه تقديم أقوى الدليلين أو تقديم أقوى الحجتين أو تقديم أقوى العلتين ونحوها. وربما قيل أيضا في تعريف، وأحيانا ربما يقدم القياس الخفي على القياس الجلي، وأحسب أن المؤلف أراد به ها هنا الاستحسان بهذا المعنى. قال: وهو من سبيل الاستحسان، بمعنى قدم القياس الخفي على القياس الجلي، لأن القياس الجلي يقتضي أن الحائض إذا كان هذا غير مصلى أن تمكث فيه، ما الذي يمنع؟ إذا لم يكن مصلى العيد مسجدا يجوز للحائض أن تمكث فيه، أن تبقى فيه وأن تجلس فيه. لكن قالوا هذا القياس الجلي الواضح، لكن عدل عن هذا القياس لمعنى آخر استحسانا، فربما أراد المؤلف يعني ها هنا على سبيل الاستحسان هذا المعنى، بمعنى تقديم القياس الخفي على القياس الجلي. ولا شك أن
أن هذا يعني من الاستحسان المقبول عند أهل العلم. هذا أحد التأويلات، هذا أحد التأويلات أنه مبالغة، حتى لما كان المكان أصلا اجتمع فيه للعبادة فإنه ناسب في هذا الموضع في هذا المكان أن يعتزل الحيض هذا المكان، هذا أحد التعليلين. والتعليل الآخر أنه يكره جلوس من لا يصلي مع المصلين، لأن المرأة إذا كانت حائض معنى ذلك أنها ستبقى جالسة، ومن جواب من بجوارها في الصف واقفات يصلين، فلذلك وهذا منظر ربما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبذ. لذلك جاء في رواية في حديث في حال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي مع الناس قال ما منعك ألا تصلي؟ قال صليت في بيتي أو نحوها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضى هذا المرأة بمعنى أن يجلس والبقية يصلي. فربما أيضا في هذا الموضع أراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلافى هذا المنظر، نساء واقفات يصلين ونساء جالسات لا يصلين، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بأن يعتزلن المصلى، لكن يبقين يعني في موضع بحيث يشهدن التكبير والتهليل ويسمعن الخطبة. لكن على كل حال هذا يعني هذان تأويلان يعني وردا في هذا الموضع على هذا النحو. واعتزال الحائض المصلى يعني عند غير الحنابلة سنة، يعني الأفضل والأولى والأحسن، لا بمعنى أنه واجب، لكن هب أنها جلست مع وهذا الذي يحدث الآن، هذا الذي يحدث الآن أنه إذا جاءت يعني بقيت خارج المسجد وهو يعني في حكم المصلى وليس في حكم المسجد، فإنه حينئذ يعني لا بأس، نقول لا بأس بناء يعني على قول. لكن عند الحنابلة يعني عند الحنابلة لا شك أن عندهم أن الصحيح في المذهب أن مصلى العيد يأخذ حكم المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقولها في الرواية الأخرى يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته يشعر بتعليل خروجهن لهذه العلة. والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة. نعم. وقولها في الرواية الأخرى يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وهذه التي يسميها أهل الأصول بالعلة المنصوصة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة، قال للنساء، أمر النساء أن يخرجن، حتى أنه أمر العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض. ليش؟ ما العلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويدعون بدعائهم ويكبرون يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. اليوم المبارك فيه تهليل وتحميل وتكبير، فلذلك وطهرته بمعنى أنه يطهر الناس من الذنوب. شهود هذا اليوم وشهود ذلك المكان المبارك وصلاة العيد لا شك أنها طهرة للعبد. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أي أمر النساء، حتى يشهدن هذا اليوم ويشهدن بركته ويتطهرن من الذنوب. نعم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. بارك الله فيك. يعني لعلي أيضا يعني مسألة والله مهمة، ربما يعني وقال بعض الفقهاء أو قال الفقهاء: يستثنى خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على أنهن يخرجن تفلات، يعني ما يخرجن بزينة وعطير لباس العيد، حتى وإن كنا يعني بعبايتين، لكن الغالب أنه لا بد وأن يظهر. أكثر أهل العلم قالوا نعم، السنة
أن تخرج أن يخرجن النساء. وعند الإمام أحمد في مذهب الإمام أحمد أنه جائز ليس بسنة، لذلك فرحة النساء ما يكملن، لأن بعض أهل العلم يقولون في هذه المواضع ليس بسنة يعني في حق النساء، لكنه يجوز هو جائز. لكن من قال بأنه سنة أو بأنه مندوب أكثر أهل العلم على هذا القيد، قالوا ألا يخرجن بزينة ولا بعطر ولا نحوه، وهذا لا بد أن يراعى. وذهب بعضهم قال يستثنى خروج الشابة التي يخاف خروجها الفتنة، ويعني هذا أمر ما نستطيع يعني تحديده، من هي الشابة التي يخشى عليها الفتنة والشاب التي لا يخشى عليها الفتنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، يعني ذوات الخدور هن الأبكار. لكن القيد المعروف يعني الذي دلت عليه قواعد الشريعة ألا يخرجن بزينة، يخرجن تفلات يعني غير متزينات، هذا لا شك أن هذا القيد ذكرته الشريعة. لكن أن تقول شابة يعني هذه يخشى عليها، كل الشابات يخشى عليهن الفتنة، إذا أردنا أن نقول يعني بهذا القيد كلهن. لكن القيد الصحيح الصائب في هذا الموضوع أن يخرجن تفلات، بمعنى ما يخرجن متزينات. نعم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادياً ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الكلام عليه من وجوه، أحدها قوله خسفت الشمس، يقال بفتح الخاء والسين، ويقال خسفت على صيغة ما لم يسمى فاعله. واختلف الناس في الخسوف والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر، فقيل الخسوف للشمس والكسوف للقمر، وهذا لا يصح، لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمر، وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد. ويشهد لهذا اختلاف الألفاظ في الأحاديث، فأطلق فيهما الخسوف والكسوف معا في محل واحد. وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية، والخسوف التغير، أعني تغير اللون. بارك الله. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: باب صلاة الكسوف. الحديث الأول، وهو الحديث 48 بعد 100، من سلسلة أحاديث عمدة الأحكام، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وأيضا قبل أن نستأنف ما يتعلق بالشرح، لعلنا نشير أو نذكر ما يتعلق بهذا الحديث أو بصلاة الكسوف عموما، بصلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بها من أصول الفقه. أولا، صلاة الكسوف ربما استدل بها على قاعدة أصولية وأيضا قاعدة فقهية، بمعنى أن الفقهاء يذكرونها كقاعدة فقهية، فيقولون ما كان ممنوعا بأصله ثم زيد أو جاز أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دل على الوجوب، لأن الصلاة هذه فيها كم ركوع؟ 2 و3 و4. الصلاة التي نصليها فيها ركوع واحد في كل ركعة، لكنها هنا ركوعان في ركعة واحدة، أو 3 أو 4. قالوا: فلما زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة دل على وجوبها. ويذكرون هذا، يذكره أهل الأصول في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما كان ممنوعا ثم جاز دل على وجوبه، دل على وجوبه. وضربوا مثالا بصلاة الكسوف والخسوف، قالوا الأصل الصلوات كلها ما فيها، كل ركعة فيها ركوع واحد، فلما زاد هذه الركعة ركعة ركوعا ثانيا
وفي رواية ركوعا ثالثا ورابعا هذه الزيادة دل ذلك على وجوب هذا الركوع بأن بمعنى أنه لا بد أن يصلي ركوعا ثانيا وثالثا ورابعا. صحة هذه القاعدة فيها نظر، هي موضع نظري، لذلك ألزم قالوا طيب سجود السهو، سجود السهو أمر زائد في الصلاة، أمر زائد في الصلاة، وسجود السهو بعضه غير واجب، لأن أحيانا بسجود السهو قد يكون مندوبا، قد يكون مندوبا. طيب سجود التلاوة قالوا سجود التلاوة يسجد أحيانا في الصلاة لسجود التلاوة، لكنه غير واجب، بمعنى هب أنه مرت عليه آية فيها تلاوة على التفصيل الذي ذكرناه سابقا غير الجمعة وعلى قول الحنابلة ولم يصلي، فألزم بهذا. لكن على كل المقصود هنا بالإشارة يعني ببيان القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية بغض النظر عن صحتها وقوتها. أيضا ربما يذكر هذه الصلاة الكسوف والخسوف يذكره الفقهاء أيضا كقاعدة فقهية، هناك ما يقبل الأداء ولا يقبل الإعادة، هناك صلوات تؤدى لكنها ما تعاد، ما فيها إعادة، ومنها صلاة الكسوف والخسوف ما فيها إعادة، بمعنى هب أنه كسفت الشمس ثم انشغل الناس حتى زال الكسوف، نقول الله نعيدها، لأن لا نقول لا خلاص لا إعادة فيها، بخلاف العيد مثلا، ها بخلاف العيد فيها إعادة، لكن ها هنا قالوا هذه من الصلوات التي فيها تقبل الأداء ولا تقبل الإعادة. قال الشارح الشيخ تقي الدين: الكلام عليه من وجوه، أحدها قوله خسفت الشمس يقال بفتح الخاء والسين، ويقال خسفت على صيغة ما لم يسمى فاعله، واختلف الناس في الخسوف والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر، فقيل الخسوف للشمس والكسوف للقمر، وهذا قال به بعض أهل اللغة، ولا شك أنه باطل ومحجوج بقول الله تعالى وخسف القمر، يعني صاحب هذا القول يقول لا يقال للقمر خسف، إنما يقال كسف، ولا شك أنه محجوج، فإن هذا مذكور في القرآن، مذكور في القرآن، ورد عليهم المؤلفان، وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد، ويشهد لهذا اختلاف ألفاظ الحديث، وهذا الصواب، أنه يقال خسفت الشمس وخسف القمر، كسفت الشمس وكسف القمر، لا فرق بينهما، وألفاظ الحديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم كلها بمعنى واحد، كلها تأتي بخسوف والكسوف، يعني خسف القمر وخسف الشمس، كسفت الشمس وكسف القمر، يطلق على هذا وعلى هذا. وإن كان ابن الملقن يقول أن للفقهاء مع كثرة استعمالهم اصطلاح أغلبي وليس اصطلاح مطلق، وهو أنهم يطلقون الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، من حيث اللغة لا شك كله جائز، لكن أقول الفقهاء إطلاقات الفقهاء الأكثر في الاستعمال أنهم يطلقون على الشمس الكسوف ويطلقون على القمر الخسوف. ثم نقل عن الجوهري قال وهذا الأصوب الأصح، احنا عندنا صحيح وأصوب، يعني بمعنى صحيح أن تستخدم إحدى اللفظتين مكان الأخرى هذا صواب لا شك، لكن نقل عن الجوهري، وحتى كذا كأنه نقله بصيغة يعني قال هكذا قال أو نحوها، وذلك لأن ألفاظ الحديث كلها ما فرقت بينها، لكن حين يقول يعني الجوهري والأصوب أو الأصح يعني أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، كأنه والله أعلم قاله عن اجتهاد، فقال فتعقب قال هكذا قال أو نحوه، لأن أكثر الروايات ما فرقت لم تفرق بينها. ثم أيضا ذكر يعني في نهايته قال
وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية، والخسوف التغير، أعني تغير اللون. وهذا قال يعني، وهذا ينسب إلى 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 طائفة من أهل اللغة، قالوا الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله أو بعضه. وقال بعضهم خسف للجميع وكسف للبعض، يعني إذا ذهب كل نور نور الشمس والقمر يقال خسف، خسفت الشمس، خسف القمر، لأنه ذهب أكثر نورها. وإذا ذهب شيء من نورها، بمعنى ما نسميه يعني بجزء، يعني بالخسوف جزئي، يسمى كسوف، كسف القمر وكسفت الشمس. هذا قول بعض أهل اللغة، لكن جمهور أهل اللغة أنهم لا يفرقون لا بين ذهاب النور بالكلية أو بعضها، فيسمى كسوفا وخسوفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني، صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، أعني كسوف الشمس، دليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها وجمعه الناس مظهرا لذلك، وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد. وأما كسوف القمر فتردد فيها مذهب مالك وأصحابه، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول. طيب، حكم صلاة الكسوف، جمهور أهل العلم، بل نقل الإجماع على أنها سنة مؤكدة، لكن نقل الحافظ ابن حجر يعني أن ثم وجها عند الشافعية أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية، والنووي نقل الإجماع. في تناقض؟ نقول ما في تناقض، لأنه أحيانا ربما يعني بمعنى أن النووي نقل الإجماع السابق عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ثم ظهر الخلاف بعد ذلك. لكن على كل حال، الجمهور أهل العلم إن لم يكن إجماعا فلا شك أنه قول جماهير أهل العلم أنه سنة مؤكدة. ومراتب السنن من المعلوم أنها تختلف، وتختلف باختلاف الأدلة التي تؤيدها. فهناك من السنن المؤكدة ما يكاد يلامس الواجب أو الفرض، فلذلك قالوا السنة إذا واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على رقيها، بمعنى أن ارتفت عن كونها نافلة. وكذلك إذا أداها جماعة ونادى الناس لها كما في هذا الموضع، فلما نادى الناس في هذا الموضع وأداها جماعة قالوا هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة. قال دليله، أي على كونها سنة مؤكدة، فعله صلى الله عليه وسلم وجمعه الناس مظهرا لذلك، بمعنى أعلنها. لذلك تقي الدين السبكي يعني كان يرى أن صلاة التراويح أنها من فروض الكفايات، ويقول أقل الأحوال أن تكون سنة مؤكدة، على خلاف من يقول أنها ليست هي سنة لكن لها ليست مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، صلاها أياما وتركها أياما. فقال إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس لها كل ذلك يرقى بهذه السنة إلى أن تكون سنة مؤكدة، إن لم تكن الفرض كفاية. على كل، قال وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد. وأما كسوف القمر فتردد الإمام مالك وأصحابه ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول. فإن عند المالكية أن الصلاة إنما تكون لكسوف الشمس أو خسوف الشمس أو كسوفها، لكن القمر قالوا أولا لأن القمر في الليل والناس يكونون نيام فلم يناسب هذا معنى، ثم قالوا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخسوف القمر، فلهذين الاعتبارين
قالوا السنة إنما هي لكسوف الشمس دون القمر، لكن يعني الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين الشمس والقمر. الأحاديث الواردة عنه سيأتي بعض منها لم تفرق لا بين الشمس ولا بين القمر، كونه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وإن كان الحافظ ابن حجر تعقب ذلك ونقل، لكن والله يحتاج إلى تحر، نسيت أنا تحراها لعل الإخوان يعني يتحرونها، كأنه نقل عن ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صلى لخسوف القمر أو ذكر في السيرة أو نحوه، لكن في كل الأحوال إذا فرض أنه لم يصلي للقمر لخسوف القمر صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر بها، والأحاديث ما فرقت بين الشمس والقمر. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالث: لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا، والحديث يدل على أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهي حجة لمن استحب ذلك. لا شك أنه مستحبة، يعني النداء لأنه منصوصة، قال فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، هذا لا شك فيه، لكن الخلاف وقع في العيدين، هل ينادى هل يقال الصلاة جامعة؟ لا شك العيدين ذكرنا سابقا لا أذان فيها، لكن هل ينادى لها الصلاة جامعة؟ بعض أهل العلم الشافعية قاسوها على صلاة الكسوف، قالوا تقاس على صلاة الكسوف فينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة، ومن رد قال لا، ما يعني هذا القياس في هذا الموضع لا يصح، لأن القياس مع الفارق، العيد الناس مجتمعين أصلا في المصلى، ما يحتاج أن تقول لهم الصلاة جامعة، بخلاف الكسوف فإن الكسوف يقع فجأة والناس تكون مشغولة في أسواقها وفي تجارتها وربما ما يلاحظ ما يرى، فناسب حينئذ أن ينادى لها حدث الكسوف في الضحى مثلا، فنادى لها النبي، الناس مشغولة وربما ما لاحظت، فناسب أن ينادى لها، لكن العيد ما في مناسبة أن ينادى لها. لذلك يقول بعض أهل العلم، وهذا ترجيح الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، أن النداء لصلاة العيدين الصلاة الجامعة بدعة، ما يجوز، أنه لا يجوز ولا تقاس، لكن لا شك أن المسألة خلافية، يعني من قاسها يعني من قال، لكن من يتأمل يجد فارقا يعني في القياس. أولا هذه قياس في العبادة، والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، ثم يعني إذا قست العيدين على الكسوف نقول يعني المعاني تختلف، يعني المعنى يختلف، الناس في صلاة الكسوف محتاجون إلى من ينبههم، إما أن يكون مشغول في تجارة، إما أن يكون نايم، إما أن يكون كذا، لكن صلاة العيد الغالب أن الناس تكون في مصلى العيد، فإذا قيل الصلاة الجامعة يعني لإقامة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع: سنتها الاجتماع للحديث المذكور. نعم، لأن بعض أهل العلم وقول ضعيف يعني بل مردود، يعني أنها تصلى فرادى، وهي مناقضة للأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه، لكن ذكر حتى والله ما قالوا أهل العلم، قالوا بعض العراقيين أو بعض أهل العراق أو نحوها قالوا أنها تصلى فرادى ما تصلى جماعة، لكن الأحاديث هذه حجة لا شك عليهما. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها، واختلف العلماء في ذلك، فالذي اختاره مالك والشافعي رحمهم الله ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس من أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، وقد صح غير ذلك أيضا، وهو ثلاث ركعات وأربع ركعات في كل ركعة، وقيل في ترجيح مذهب مالك والشافعي إن ذلك أصح الروايات. نعم، كيفيتها الأحاديث الأصح كلها صح عنه صلى الله عليه وسلم ركوعان في ركعة واحدة، ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، أربع ركوعات في ركعة واحدة،
يعني في الركعة الأولى 4 ركوعات أو 3 ركوعات أو ركوعان، في الركعة الثانية 4 ركوعات أو 3 ركوعات أو ركعة أو ركوعان، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الأصح في الروايات وهي التي اختارها الشافعي ومالك، هذه التي روتها أم المؤمنين عائشة وابن عباس، أنها صلى فيها ركوعان. قالوا لأن هذه الروايات أشهر، وهذا سبيل من سبل الترجيح، وهذا سبيل من سبل الترجيح. إذا أردنا أن نرجح نقول لننظر أي الروايات الأصح والأصوب والأشهر، لكن أيضا يقال أن الجمع ربما يكون أولى، أنه يصلى مرة أو الأغلب يصلى، إذا قلنا بشهرتها أن الأغلب يصلى ركوعان في كل ركعة، أنه يصلى ركوعان في كل ركعة أو وفي صلوات أخرى يصلى 3 ركوعات وأربع ركوعات ونحوها، فالجمع لا شك بين الأدلة يعني أولى من الترجيح. والترجيح هذا سبيل يسلكه بعض أهل العلم، فرجح الشافعي ومالك هذه الرواية ورواية ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحديث صريح في الرد على من قال بأنها ركعتان كسائر النوافل، واعتذروا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فلما لم يراها انجلت ركعة. كم من الرد؟ وفي هذا التأويل ضعف، إذ قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل، لكن قال بعض العلماء إنه يرفع رأسه بعد الركوع، فإن رأى الشمس لم تنجلي ركع، ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس، فإن لم تنجلي ركع، ويزيد الركوع هكذا ما لم تنجلي، فإذا انجلت سجد. ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعة ك3 و4 و5، وهذا على المذهب أقرب من تأويل المتقدمين، لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك، ويكون الفعل مبينا لسنة هذه مبنيا، ويكون الفعل مبنيا لسنة هذه الصلاة. لعله مبينا، وعندك مبنيا، لعله مبينا، ويكون الفعل مبينا لسنة هذه الصلاة. وعلى مذهب الأولين يريدون أن يخرجوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات عن المشروعية، مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة، وقد أطلق في الحديث لف الركعات على الركوع. طيب، بعض، وهذا ينسب إلى الحنفية، أنهم يقولون أنها ركعتان، أنها ركعتان مثل النوافل وسنن الرواتب ونحوها هكذا. ولعل القاعدة السابقة التي ذكرناها في أوله الآن عنا لي، لعلها رد على الحنفية في هذا الموضع، الذين قالوا أن الزيادة في الفعل إذا لم تكن مشروعة بالأصل دل على وجوبها، ربما أرادوا بها الرد على من قال هذا القول. قال: الحديث صريح في الرد على من قال بأنها ركعتان كسائر النوافل، والقائلون بأنها ركعتان كسائر النوافل لا بد أن يعتذروا عن هذه الأحاديث الصحيحة، فأتوا بتأويل بعيد استبعده المؤلف هاهنا. هنا ركوعان، قالوا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع حتى يرى، شوف الشمس هل زال عنها الخسوف، فإذا لم يزل رجع. وهذا حان يعني التعصب المذهبي يحمل بعض الأفاضل يعني على تأويلات يسميها المؤلف، ما أدري ليه ما سويناها، والله مثل هذا التأويل المستكره، يسميها المؤلف تأويل المستكره مثل هذه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا، هي ركعتان، لكن يرفع رأسه ويشوف زال الخسوف أم لا، هكذا قال، فلما لم يرى انجلت ركع، كم الركوع يرفع، لا هو ما يعني ما انتهى الركوع، لكن رفع ما ركع مرة أخرى يكمل ركوعه. قال: وفي هذا التأويل ضعف،
وإلا المؤلف عادته مثل هذه التأويل يقول هذا تأويل مستكره. قال: وفي هذا التأويل ضعف. إذا قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل، فلذلك هذا التأويل استبعده المؤلف، لكن نقل تأويلا آخر. التأويل الآخر جعلوا هذا الفعل من سنن الصلاة. قال: لكن قال بعض العلماء إنه يرفع رأسه بعد الركوع، فإن رأى الشمس لم تنجلي ركع ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس، فإن لم تنجلي ركع، ويزيد في الركوع هكذا 3 ركوعات 4 ركوعات ما لم تنجلي، فإذا انجلت سجد. ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعة ك3 و4 و5، وهذا على المذهب أقرب، يعني لا بأس بالتأويل هذا من تأويل المتقدمين، لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك، يعني يجعل هذا الركوع من سنة الصلاة، لكن من مقاصده أن يرى هل انجل الكسوف أو الخسوف أم لا، فيجعلها من السنة. لكن أيضا هذا تأويل بعيد، لأنهم يقول أهل العلم الانجلاء ما يحدث في لحظة. طيب هب أنه يعني في 4 ركوعات في الركعة الرابعة انجلى، طيب الركعة الثانية إيش حيسوي فيها؟ ولا بد أن يؤديها مثلها ب4 ركوعات. فلذا كان هذا التأويل حتى إذا سلمنا به غير مقبول، ما يقبل. طيب 3 ركوعات 4 ركوعات ثم انجلى، طيب الركعة الثانية ما الذي يصنعه؟ لا بد من 4 ركوعات، هي ما صنعت شيء. فلذلك كان هذا التأويل يعني أيضا وإن كان أقرب، لأن هذا التأويل قريب للمؤلف، لأنهم جعلوا هذا من سنن الصلاة، قالوا هذا جاء مبينا لأفعاله صلى الله عليه وسلم. لكن الأولين لا، جعلوا السنة هي ركعتان مثل النافلة، لكن رفعه هذه زيادة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بزيادة في الصلاة تبطلها، لأنه من يأتي بمثل هذه الزيادات ويكثر منها تبطل الصلاة. الذي يأتي بهذه الزيادات وليست منها يبطل صلاته، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل هذه الزيادات في صلاته فيبطلها. لذلك التأويل الثاني وإن كان أقرب، لكن ردوا عليه، قالوا أيضا هذا، لأن الانجلاء أصلا ما يحدث في لحظة، ثم هب أنه حدث الانجلاء وانجلت في الركعة يعني بعد 3 ركوعات، طيب الركعة الثانية لا بد أن يأتي ب3 ركوعات أو 4 ركوعات ونحوها، لذلك استبعدوا هذا التأويل على هذا المذهب. قال: وعلى مذهب الأولين يريدون أن يخرجوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات عن المشروعية، مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة. إذا قلت هي ركعتين يعني مثل النافلة، لكن للإمام أن يرفع، معنى ذلك أنك تطلب من الإمام أن يزيد في الصلاة ما ليس منها، وهذا مبطل للصلاة، هذا مبطل للصلاة، لأن وقد أطلق في الحديث ثم ختم قال: وقد أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع، وهذا مصطلح يعني شرعي لغوي. ولعلنا نقف إلى هنا ونختم على أن نستكمل إن شاء الله تعالى. شيخنا أحسن الله عليكم، ذكر أهل السير أن الشمس لم تنخسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف تعددت صفاتنا بثلاث ركعات 4 ركعات؟ والله لعله إذا 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 كثرت لعلها من أفعال الصحابة، لعلها من ذلك، تحتاج جزاك الله خير، أو 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 أن يكون ما وقفت والله، أو يكون من نصوصه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أمر. لكن إذا 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 جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن مثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه، بمعنى إذا ورد عن الصحابة، أظن ورد عن الخلفاء عن علي رضي الله تعالى أنه كسفت الشمس وصلى 4 ركوعات، إذا وردت عن الخلفاء أولا فعلهم سنة، ثم ثانيا أن مثل هذه الأفعال إذا أتوا بها لا مجال للاجتهاد في الرأي والقياس فيها، فلا بد أن تكون عن توقيف. نعم، كيف
النظر أي مو هذه يعني هذه من المآخذ هذه يعني أنت يعني أصلا ترفع يرفع الركوعه عن ركوعه والله يرجع ثاني يركع هم يعني ما اعتبروا ركع يعني لا يعتبرونها ركعة ثانية ما زال في الركوع لكن رفع ليرى وغير الرفع كما تفضل أخونا الأخ الكريم يقول أيضا رفع النظر في السماء قد وردت فيه كراهة لكن على كل هذا يعني مين مثل هذه التأويلات التي تأتي أحيانا يعني حب المذهب وحب إمام المذهب وهذا يعني ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له يعني أحاديثه صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لا ينبغي أن تكون مكانا للتعسف في التأويل إمامك أخطأ ما فيها شيء أخي من هو الذي لا يخطئ من هو الذي لا يخطئ أخطأ إمامي وخلاص وانت لكن نأتي إلى حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم نتعسف فيها هذا التعسف في التأويل وأنا أقول هذا يعني لا أقصد مذهبا معينا الله يحفظكم هذا التعصب تجده في كل المذاهب من غير استثناء كل يعني أصلا يعني أرباب مذهب تجدها يعني فإذا يعز عليه أن يجد إمامه يعني يجد حديثا صحيحا يخالف المذهب فيه أو قول الإمام فيه الحل أن تقول رحم الله إمامنا يعني أخطأ ها هنا أو لم يبلغه الحديث أو اعتذر له ما شاء لكن لا يذهب هذا المذهب يذهب المذهب الآخر ينظر إلى الحديث يحاول كذا أن يلوي عنق هذا الحديث حتى يتماشى يعني مع مذهب إمامه بارك الله فيكم نعم لعل الإخوان يبلغوني ما سمعت والله ما سمعت أي نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فجمع الناس فأمر مناديا ينادي الصلاة جامع هذا في عهده صلى الله عليه وسلم لكن هو الشيخ أسامة نبهنا قال يعني إنما وقع مرة واحدة هذه تحتاج إلى التأكد يعني ما نقله ابن حجر يقول أنه وقع خسوف القمر يحتاج والله أن نتحرى لكن بالنسبة لفعل الخلفاء الراشدين لا شك منهم علي رضي الله تعالى عنه فإن له سنة يعني في صلاة الكسوف والخسوف فربما أخذت ولعل إن شاء الله من خلال قراءة بقية الأحاديث تتضح مثل هذه الأمور هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين